عمارة برمضان هي أحد عمائر القرن العشرين من الطراز المعماري ما يسمى بالأرابيزانس أو ما يطلق عليه البعض الفن الغربي المعرب. هي تعرضت إلى انهيار جزئي بجامور الصومعة، برشا قالوا الصومعة تحت، هي مش صومعة تحت لكن الجامور. الانهيار الجزئي اللي صار هو يرجع إلى تقادم البناء. ضاعت هذه المعالم وضاعت هذه البناءات عن طريق الجهل، معناها أولا وعدم المحافظة المندوبية الجهوية للثقافة، مثلا ما عندهاش ميزانية متاع تراث، البلدية لا تعتني الحماية متاعه، للأسف ما تسمحش للدولة بالتدخل فيه بالترميم كمعهد وطني التراث، لكن إشراف الفني فقط. قانونيا المؤسسة الوحيدة اللي يخول لها التدخل هي البلدية باش تعمل أشغال وجوبية. ما عندناش حتى مسؤولية، كان جات ملك بلدي يولي مسؤولية متاعنا احنا، أما هذه ملك خاص. دور البلدية هو أن نحمي من المواطنين متاعنا من أي خطر ينجم يكون. وقطعت الصومعة هذه معناها جاب ربي بألطاف الله، جات فوق السطح ما جاتش اللوطة. المشكل الكلاسيكي في المباني التاريخية القديمة هذه اللي يبداو فيها برشا ملكين، نجم يكون ثم ملكين ما عندهمش الإمكانيات باش يساهموا في لانتخطيان متاعهم. ثم كحل أولي لازم يتكون عن صنديق يحاول يلمد الفلوس من عند الملكين، أما راهو هذا ما يكفيش. أنواع هذه متاع البناءات باش تصلحها على قاعدة صحيحة يلزم تمويلات كبيرة. دار جلولي صارت فيها فويت متاع السوناد متاع الماء، والفويت هذيك هبطت في الماجل اللي هو ماجل قديم، طاحت بارتي صغيرة منه. كيفاش أنه دار جلولي تنهار بين عشية واضحة؟ معناها أقصى درجات الأهمال، خاصة أنه متحف ناشط ما هوش مغلق، المخاطر أكبر. طو المشروع معناها راه ما هوش تسجيل، معناها المدينة العتيقة في قائمة التراث العالمي اليونسكو ما تسجلناش المدينة العتيقة فقط. علاش؟ خاطر عندنا مدينة القيروان مسجلة القديمة وعندنا المدينة العتيقة بتونس مسجلة، بحيث ما يزيدوناش. شنو المقترح متاعهم؟ هو أنه نجعل هذا الامتداد بين المدينة العتيقة وبين باب حر. لازم الدولة وزارة التجهيز معناها تحطها أولوية، وراهو شوف الفلوس ماهيش مشكلة، الفلوس راهو حتى لو كان معناها ما ثماش إمكانيات في الوزارة، راهو ثم معناها ثم أونكور أون فوا دي بايوف دو فون ينجموا يعطيو.